هاي، كيفكم؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج الأسد لطاقة. راح نشوف مشاعرك أنت ونوايك وإلى ما ستؤول علاقتكما. كذلك راح نشوف بطريقة المرايا نوايا ومشاعر اتجاهك يا برج الأسد. راح أحكي كذلك عن الناس العزيز، الناس اللي عم ينتظروا قدوم شخص في طريقكم. أوكي، يعني بدي نوه لشغلة، على أنه هالقراءة تنطبق على البرج الشمسي والقمري. حاول تشوف يعني الفيديو الذي ينطبق عليك أكثر، أو القراءة التي تنطبق عليك أكثر، واستمع لها. كذلك يعني في قابلية أنه تكون قراءة عكسية في العلاقات العاطفية، في احتمالية أنه تكون قراءة عكسية بنسبة كبيرة. وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي، تدعموني، هذا كل شيء. أوكي، حاليا الطاقة اللي عم تطلع عندي يا برج الأسد على أنه أنت في خصام أو في تحدي مع الشريك. أوكي، ما عم تحكوا مع بعض، في عند، في نوع من العند أنت والشريك، وكذلك في نوع من الخصام. ما عم تحكوا مع بهذا الوقت، حتى لو كان حكي، في نوع من العند وفي نوع من التكبر أكثر. أوكي، كذلك عم يطلع لي طاقة العند، كذلك في نوع من العند من طرفكما، يعني مش من طرفك بس انت يا برج الأسد، من طرفكما انتو الاثنين. بالرغم انه في حب بالعلاقة، متشبتين ببعض، بتحبوا بعض، وهيدا عم يطلع عندك كذلك بالقراءة، انتو بتحبوا بعض، بس يعني في نوع من التكبر. عم شوف كذلك الحبيب، هالإنسان عم يحبك، بس في نوع من الفراق، في خسارة، في كسرة قلب. هالإنسان يحمل كتير مشاعر تجاهك يا برج الأسد، بس عم شوف الأوضاع حاليا في نوع من الخصامات أو الفرقة، مبتعدين عن بعض، ما عم تحكوا مع بعض. أوكي، عم يطلع لي كذلك مشاعرك انت نحو هذا الانسان. في مشاعر قوية بيناتكم، بس في نوع من العند القوي بهذا الوقت. عم شوف انه اشتقت لهذا الانسان، وخاصة لهذا القراءة. في كتير ناس متزوجين بهذه القراءة، كانوا اشتقت للألفة او اللمة اللي بتكونوا مع بعض. اشتقت لتكون مع أطفالك، خاصة هذه للناس المتزوجين بالذات. عم يطلع لي هذه الطاقة. كذلك عم شوف مشاعره هو نحوك، كذلك هذا الإنسان عم يشتاق لك. في نوع من الاشتياق من طرفك ومن طرفه، في حب وفي نوع من الاشتياق. الأشياء اللي ما بتحبها بهذا الإنسان، ما بتحب فيه هذا الغرور. يعني هذا الإنسان مغرور، عنده نوع من التكبر، عنده نوع من العند، في نوع من الطاقة اللي يعني بالرغم من إنه بحبك وفي مشاعر صادقة نحوك، بس هذا الإنسان في نوع من الكبر يعني بشخصيته، في نوع من العند بشخصيته. وعم شوف عم يقاوم مشاعره نحوك. كذلك عم شوف انه هذا الانسان كتير عم يطلع لي طاقته، يعني طاقة نارية. ممكن يكون برج الاسد مثلك، برج الثور. عم تطلع عند يعني الابراج المائية والهوائية، حتى النارية وكذلك الترابية. كل القراءة، كل الطاقة عم تطلع عندي بهذه القراءة، بس يعني بحسه هو، أنا كتير عم حسه بطاقة النار هذا الإنسان وهذا الشخص. كذلك عم تحب فيه، على أنه إنسان
برغم من كل هذا العناد قلبه جميل، في نوع من الحنية، وبحبك هذا الإنسان برغم كل شيء. هذا الشيء اللي بتحبه فيه هو كذلك ما بحب فيك، على أنه أنت ممكن أنت بتتجاكر معه، أنت شخص ممكن ما بتسايره بالحكي، ممكن هو عنيد وإنسان عصبي، بس أنت مش شخص مرن، أنت شخص ممكن إذا غلط غلطة بتحسبها عليه، وممكن بتعانده أكثر وبتصيروا بخصامات ورد وكلام، وفي نوع من الكلام الجارح كذلك بيناتكم لحتى تنتهي هذه العلاقة أو تفترقوا عن بعض. كذلك هو يعني بحب فيك على أنه أنت بالرغم من كل هالشي وبكل هالنقاط الضعف بيناتكم، وأنه هو عنيد وأنت كذلك في نوع من العند من طرفك، بس بتضلوا مع بعض، ترجعوا لبعض، بتكونوا مع بعض، يعني انتم ممكن حتى بالعلاقة لمدة طويلة وانتم مع بعض بتكمل معه المشوار بالرغم من كل الصعوبات اللي عم تتعرضوا لها، بتحبه يعني بالرغم من كل عيوبه، بالرغم من كل مساوئ بشخصيته، انت انسان عم تحبه بشدة. ناويك نحو هذا الإنسان، أنت بدك أنه ترجع العلاقة إلى ما كانت، بدك الصلح، بدك أنه يكون رجعة بيناتكم، أوكي؟ في نية رجعة بيناتكم، تصليح أمور عالقة وعودة. أما هو كذلك يريد بداية جديدة معك، بده يبدأ بداية جديدة، كأنه بحس هذا الإنسان على أنه تغير، بحس أنه النجاح، يعني النجاح بحياته العملية عرفه عن طريقك أنت، يعني بيشوفك على أنه أنت رمز حظ وإنسان مبارك بحياته، وشخص شاف معك الخير وبيتفائل معك بشدة، لهيك بده يرجع لإلك، أوكي؟ يعني إلى ما ستؤول هذه العلاقة؟ يعني هل في رجعة؟ هل ستكون الأوضاع جيدة؟ يعني هل رح تبطلوا عنيد ترجعوا لبعض؟ أنا عم شوف في صلحي، لأنه عم تتذكروا بعضكم باللحظات الجميلة، في نوع من التذكر ومشتاق له كتير لهذا الإنسان. كذلك هو ممكن تكون رجعة بس من بعد ما كل واحد يحكي اللي بقلبه، ممكن تخلصوا نزاعات مع بعض وتحكوا مع بعض اللي بقلبكم، أوكي؟ هذا كل شيء كان للناس اللي مرتبطين، وأنا ما عم شوفهم مرتبطين حاليا، عم شوفهم في مرحلة الانفصال. أما الناس العزيب ما لأنه اللي ما في قلب ولا واحد، ممكن يا عزيب يعني في قلبكم شخص، أوكي؟ ممكن حاليا ما عم يعني ما مش بعلاقة حاليا، بس عم تتذكروا شخص من الماضي وكنتوا مع بعض، كانت علاقة وطيدة، عم تتذكروا بعض، بس ممكن الأوضاع ختمتوها ختام ليس بالجيد، بس عم شوف أنه لساته كاس الحب مليان، لساته في حب بيناتكم، عم شوف أنت تتذكر هذا الشخص. هل يعني اوكي ممكن ما رح يرجع هذا الشخص، ممكن ببالك اكثر، بس عم شوف كأنه في شخص جديد رح يعني رح يتقدم لإلك، ممكن يعبر عن حبه لإلك، ممكن شخص بتعرفه بالعمل بالشغل
ممكن كذلك تلتقوا بمحض الصدفة، بمكان فيه مثلا عم تستنى أحد، مثلا بالباص، بالتاكسيات، بمكان عم تستنى أحد، ممكن تلتقي مع هذا الشخص. هذا الشخص عم شوفه يعني إنسان راشد، إنسان يعني في متوسط العمر، بالثلاثينات للأربعينات، شخص هيك ماديته حلوة، إنسان اهتماماته أكثر بالعمل، اهتماماته أكثر بالموضوع أو المشاريع، المواضيع بيهتم أكثر للعمل. ممكن تلتقوا مع بعض ويكون هذا الإنسان مصدر التوازن بهذا الشهر، أو التوازن بحياتك كلياتها. أوكي، هذا اللي بيطلع عندي يا برج الأسد بهذا الشهر. رح شوف نصائح، آخذ نصائح لكم. بيقول لك هذا الورق، أنت تعرف ماذا ستفعل، ثق فقط بأحاسيسك وحط أولوياتك بالأول، وأعمل حركة أو أعمل أكشن، يعني خطوة، بالرغم من أنه الوقت تأخر. حتى لو حسيت أنه الوقت تأخر، بس ثق بأحاسيسك وأنت تعلم ماذا تفعل. أوكي، إذا هذا الإنسان تحسه شخص بده يرجع لك، طلب منك السماح، حكي معك، بالرغم من أنه بتشوف أنه أعطيته كتير فرص، حاول أنه تعطيه فرصة تانية إذا هذا الإنسان مناسب، لأنه بالأخير بالأول بالأخير القرار يرجع لك. كمان هون بيطلع لي ورقة children، ورقة الأطفال، هيدا كتير وارد بهذه القراءة عم تطلع، ممكن كتير، وهيدا الطاقة للناس اللي متزوجين وعندهم أطفال. أوكي؟ إذا عندكم أطفال حاليا، عم شوف أنه الوضع يتطلب صلحي، حتى لو يعني لأنه في مشروع أطفال. أوكي؟ بيقول لك you have children، بيقول لك انه لازم تعمل يعني تساعد اطفالك. اوكي، لانهم هن حساسين. اوكي، اذا العلاقه حتى لو ما شفت مش جيده مع هذا الشريك، عم شوف كانه شوف الذي يصلح للاطفال او الايجابي للاطفال. كل واحد يشوف طريقته، لانه انا ما بعيش سيتويشن تبعكم او الوضع تبعكم، بس هيدي النصيحة اللي بتطلع عندي، لانه كتير في طاقة اطفال. كمان هون بيطلع لي توي، يعني شجري، ممكن هذا الانسان لانه عم شوف في اطفال وفي عائلة، لهيك عم تطلع لي ورقة الشجري، يعني شجرة الأبناء والأجداد. وهيدا هيدا كل شيء، بس رح أخذ نصائح لأنه مش حسيت أنه في نصيحة للعزاب. بيطلع لك ورقة reflection. أوكي، كأنه يعني reflection بتطلع زي يعني الوقت اللي تعامل مثلا شخص بالمثل، يعني بيطلع لك نفس المعاملة. يعني حاول تنقي طاقتك وما تحمل بقلبك حقد عشان يجيك كل الخير. اوكي، وكمان هون بيقول لك يعني انه طاقة العالم ستفتح لك، او يعني لهذا يعني الطاقة الحلوة لازم تنقي جويتك وطاقتك كذلك لتستقبله.
كل ما جعلت طاقتك إيجابية كل ما إجتك الطاقة الإيجابية، كل ما كانت طاقتك سلبية وفي أفكار سلبية براسك كل ما يعني جلبت إليك طاقة سلبية. هاي الشيء اللي بيطلع لي بهذا الوقت. بشكركم كتير وبتمنى لكم كل الخير.